السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، لقد حان الوقت لأخذ عطلة ولكي أستريح كذلك بعد سنوات من العمل وسنوات من البحث عن تدوينات، كتابتها، تسجيل حلقات، إعداد حلقات، يعني كتابة تقارير إلى غير ذلك. فحان الوقت لكي أخذ عطلة، عطلة فقط لبضع أيام، ثم سأعود مجددا من أجل استكمال يعني إعداد الحلقات والمواضيع إلى غير ذلك. إذن في يعني في الفترة التي سأكون غائب فيها، قد قررت كذلك أن أفتح مدونة لكم للمتابعين من خلال هذه المسابقة التي سأقوم بها. فيمكنك أن تراسلني بموضوع خاص بالإعلاميات، ستراسلني بموضوع وهذا الموضوع سأقوم بنشره على المدونة. الموضوع الذي سيلقى أكبر نسبة مشاهدة ومشاركة وتعليق، هذا الموضوع هو الذي سيفوز بقيمة مالية قدرها 100 دولار. يمكنك المشاركة بأكثر من موضوع، وطبعا يجب عليك الالتزام بشروط قد سطرتها في يعني في الموضوع المرافق لهذا الفيديو. يمكنك أن تزور هذا الرابط الذي ستجده أسفل، ستجد مجموعة من الشروط التي يجب عليك الالتزام بها، يعني حتى يعني عند كتابتك للتدوينة تكون سليمة ويمكن كذلك نشرها على مدونة المحترف. إذن إلى ذلك الحين، يعني المسابقة قد من اليوم هي مفتوحة لكم، يمكنكم مراسلتي بمواضيعكم. وأما أنا لم يبقى لي إلا أن أتمنى للإخوان الذين يقضون عطلة، أن يعني أتمنى لكم عطلة سعيدة. بالنسبة للإخوان الذين لا زالوا يعملون، فأتمنى لكم حظ موفق. إذن أراكم قريبا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.